طلع حلم. جلست الطين انا مش نبه عليك 100 نوبه لما اكون مقيل ما صحنيش. اهدى، هو انت صحيت؟ لا بكلمك من البرزخ. اهدى، معلي لي صوت التلفزيون على الاخر، معلي لي صوت المكنسة على الاخر، معلي لي صوت العيال على الاخر، وريحه التقليه داخله في نقشيشي كانك معلي النار على الاخر. انت اللي بجنومك خفيف على الاخر. اوه يا ولية، بالصوت ده لو قتيل كان قام من موته. ليه ليه ما صحاش على صوت البلابل؟ فيروز في الخلفيه، ورد مجفف على كل السرير. ابص شمالي القى فوطه معموله على شكل وزه، ابص يميني القى كابتشينو ودارك شوكليت، والكابتشينو ديه بوش ومرسوم عليه شنبي ومكتوب فور ماي بيبي. حاضر عيني، بس كده عيني. حاضر، بس الاول انضف لك بيتك ووكلك انت وعيالك واغسل لك خلقاتك واجوز لك شراباتك اللي كل واحد فيهم في حته. صوتك مال صوتي صيفي دي قشعرني، انا عاوز اسمع صوت شتوي. اخاف عليك لا تستهوى. لا يا ابني تعب، لا ما تبكيش، لا يا ابني تعب، هعورك وادخل فيك السجن، لا يا ابني هخبطك يا اخرب بيت ابو اللي جابك، ابو اللي جابك، انتوا كل يوم تتخانقوا عشان لعبه؟ لا مش عشان لعبه. امال عشان ايه؟ بنتفقوا مين ياخد اوضتك؟ اوضتي؟ اوضتي ليه؟ تقدروها للطلاب؟ مالها اوضتي؟ بنقسم الورث، انا قلت له اخد الاوضه وهو ياخد البهايم، وانا اخد محصول البرتقال. ورث؟ انت قلت الورث؟ ورث ايه يعني؟ ورثك مش انت قلت فكروا في مستقبلكم؟ تقوموا تدوسوا على ابوكوا اول واحد يا اولاد الكال، يا اولاد الكال عايزين يورثوني بالحياه. استغفر الله العظيم، وش معنى اوضتي دونا عن املاكي كلاتها؟ ليه اوضتي؟ عشان فيها حمام خصوصي. ايوه صح، احنا لقينا في الحمام ده شامبو. شامبو؟ ما عادي لازم تلقوا شامبو، يعني ايه المشكله؟ بتعمل بيه ايه؟ بالنسبه لشنبي اللي كتب له اللاده ده يا ظروف، شايف الفتلة؟ شايف الفتلة؟ الشعراية مني بفروة راسك كلها. وانت هاد ايه شعرك ده؟ مخلف ساموراي صغير ولا ايه؟ مين اللي عمل لك شعرك ده؟ عمو جوني عملهولي. خرب بيتك يا جوني، وايه اللون الحريمي ده؟ بينك عجبك؟